انا هون عم بتعلم بمهنه النجاره، عم بستفيد كثير شغلات عم بمهنه النجاره. هلا عم بتعلم فصل طاولات، هلا عم بفصل اجزاء الطاوله ونجمعهم مجموعات. يعني الله يعطيهم العافيه ويجزيهم خير، المنظمه دعمتنا كثير والاساتذه الله يعطيهم العافيه تعبوا علينا واشتغلوا معنا حتى تعلمنا واشتغلنا هيك شيء. يعني انا هون معهد مركز التدريب المهني عم بتعلم الحديده، وهذا كله يعني بفضل الله ثم الاساتذه عم بتعلم الحديده يعني وبعيش اهلي الحمد لله من وراها احسن ما ضل يعني ما عندي لا شغل ولا عملي. بتعلم الحديده هون بستفاد، بشكر الاساتذه والمنظمه الله يجزيهم خير الله يعطيهم العافيه، والله عم يتعبوا علينا يعني بيعلمونا الله يجزيهم خير. يعني كان عندي خبرة من فترة يعني، وكان عندي طموح إني أتعلم عشان أنا أتعلم وأستفيد وبالمستقبل أفيد غيري. ووقت فتحوا هذا المركز فيعني الله يعطيهم العافية كتير استفدنا منه وداومنا وصاروا يعلمونا، والأنسات يعني كتير كتير بيساعدونا الحمد لله. وأنا بشكر منظمة بيبول النيد كتير على الشيء اللي عم تقدم لنا إياه، والحمد لله ما بنقصوا علينا أي شيء. كلهم حايسين بإبداع، عم يلاقوا لمسات وشغل إنتاج بين إيديهم مباشرة، يعني كله مباشرة. يعني نحن ما توقعنا إنه فورا، فالبنات كتير كتير مستمتعات والأهالي كمان ملاقيين يعني شيء جديد على بناتهم، فهذا نحن كتير مبسوطين من هالموضوع هان. يعني عم نحاول قدر الإمكان نقدم للفتيات الشيء بيساعدهم.